انما امتى اقول بقى يعني لما اقول لك جتا سيتا بتساوي نص؟ لا ما فيش زاويه من زوايا المحاور الجتا بتاعتها في نص. امال اعمل ايه؟ اقول له بقى تعالى نشوف الجتا موجبه فين وفين. هلاقي موجبه في الاول والرابع، اقول له يبقى في حلين، يا اما تكون في الاول يا اما تكون في الرابع. لو في الاول بتبقى الزاويه الحاده، ايه الحاده اللي الجتا بتاعتها بنص 60، ولو في الرابع بتبقى 360 ناقص الحد، يعني تطلع 300 درجه. يبقى مهم تعرف الناتج ده بتاع زاويه من زوايا المحاور ولا زاويه عاديه. هنا بقى حته عايز طالب يكون مذاكر كويس، مش طالب كان بينط من على السور ومش مذاكر. طيب ركز معايا في السؤال اللي جاي ده، برضه سؤال تاني اهو. جذر 2 قتا سيتا ناقص 2 يساوي صفر، اهو ماشيين في نفس الخط. بعلمك حل المعادله المثلثيه، يلا افتكر انا قلت ايه. افصل النسبه، اول حاجه قلت ايه؟ افصل النسبه. افصل النسبه يعني ايه؟ يعني خلي لي قتا لوحدها يعني. طب ودي ده هناك وقس، هتبقى قتا سيتا بتساوي 2 على جذر 2، 2 على جذر 2 لما تصفيها تطلع جذر 2، ماشي. احنا ما بنتعاملش مع مقلوبات، يعني ايه؟ يعني رجع النسبه لاصلها، القتا دي مقلوب مين؟ مقلوب الجا، يبقى اقلب دي واقلب دي. انا بشاور بالقلم اهو، شايف اللي بشاور عليه اهو. اقلب القتا تبقى جا، واقلب جذر 2 تبقى 1 على جذر 2، يلا اشتغل بقى عادي. طلعت النسبه اللي انت متعود عليها، انت متعود على الجا والجتا والظاهر. يلا اشتغل بقى، الجا موجبه ولا سالبه؟ طلع موجبه. هل دي بتاع زاوية من زوايا المحاور؟ لا. يعني هل في زوايا زاوية على المحاور على المحور الجهة بتاعتها بواحد؟ لا مفيش. يبقى تشتغل شغل عادي بقى. ازاي يعني عادي؟ شوف الجهة بقى موجبة فين وفين. والله الجهة موجبة في الأول والتاني. يعني زاويتك يا حد يا 180 ناقص الحد، يبقى لو أنا في الأول زاويتك حد، إيه الحد اللي الجهة بتاعتها واحد على الجهة 2؟ 45. أو في التاني يبقى 180 ناقص الحد يعني ناقص 45، يعني يبقى 135. كده طلع الحلين بتوعك اهم بقى 135 و45. يبقى دي سؤال علمني ما اشتغلتش مع مقلوبات، رجع المقلوب لاصله واقلب الطرف الثاني واشتغل عادي. طيب سؤال ثاني، ما زلنا في المعادله المثلثيه لان ده درس مهم. هرجعك ثاني لمعادله الدرجه الثانيه. بص 2 جا سيتا اهو في جتا سيتا اهو زائد 3 جتا سيتا يساوي صفر. افتكر بقى انا قلت ايه في المعادله المثلثيه؟ صفر المعادله، يعني صفر ايه؟ طب 2، اتفضل حلل بقى. طيب انا لحد الان مركز على التحليل باخراج العامل، في عامل هنا؟ اه في عامل مشترك اللي هو جتا سيتا. يلا خد جتا سيتا مشترك. طيب بقى لك هنا 2 جا سيتا زائد 3، برضه هنقول اما جتا سيتا بيساوي صفر او 2 جا سيتا زائد 3 بيساوي صفر. اسال نفسك هل في زاويه من زوايا المحاور الجتا بتاعتها بصفر؟ اه في، لسه قايلها دلوقتي، ال 90 وال 270. يبقى سيتا بتساوي 90 او سيتا ب 270. طيب تعال افصل النسبه هنا بقى، هنودي دي هناك ونقسم على 3، تبقى جا سيتا بسالب 3 على 2 يعني سالب 1.5. خلي بالك بقى من الحته اللي ممكن تقع فيها بقى، الجا والجتا ما يزيدوش عن 1 وما يقلوش عن سالب 1. ايه ده يعني ما ينفعش الجا تبقى اقل من سالب 1؟ طب ما دي كده اقل يا مستر، يبقى دي ما تنفعش، يعني معادله ما لهاش حل. اكتب كده ومرفوض وخلاص، خلصت كده. انتهينا الحته دي، مين ومين بقى؟ الجا والجتا لا يقلوا عن سالب 1 ولا يزيدوا عن 1. يعني لو جالك جا بتساوي 2 قول له ما ينفعش، جالك جتا تساوي 2 قول له ما ينفعش. المهم تكون محصوره اكبر من او تساوي سالب 1 واقل من او تساوي 1، ماشي. طيب يا استاذ وريني سؤال تاني. خلي بالك ساعات يبقى اديك السؤال معادله درجه ثانيه بس بالشكل ده. بص كده 2 جا تربيع سيتا ناقص جتا سيتا ناقص 1 يساوي صفر. يقول لك حل المعادله. ايه ده يا استاذ؟ المفروض المعادله تكون في مجهول 1. انت جايبها في مجهولين ليه بقى؟ يعني انت جايبها في جا وفي جتا؟ ما ينفعش. يبقى بدا يضحك عليك بقى ويشوفك فاهم ولا عكاك. طب يعني هنخليها في جتا هنخليها في جا؟ طب بتصرف ازاي؟ انت واخد في الدرس الاول تعويض لجا تربيع. انت واخد في الدرس الاول لما تحب تعوض عن جا تربيع واخد لها تعويض، اذكرك بيها اهو. جا تربيع عباره عن 1 ناقص جتا تربيع.
يعني انا اشيل دي خالص واحط دول مكانها، يبقى ساعتها 2 في 1 ناقص جتا تربيع سيتا ناقص جتا سيتا ناقص 1 يساوي 0. اتفضل وزع بقى ولم المعادله، 2 في 1 ب 2 ناقص 2 جتا تربيع ناقص جتا سيتا ناقص 1 يساوي 0. طبعا لما تلاقي الجتا تربيع سالبه انقل كله الناحيه الثانيه، سالب 2 جتا تربيع تروح هناك ب 2 جتا تربيع، سالب جتا تروح هناك بموجب جتا. طيب الاعداد بقى 2 ناقص 1 تديك 1، تروح هناك سالب 1. طلعت المعادله جاهزه اللي هو كان مفروض اديها لي جاهزه كده. هبدا احللها بقى، يعني هو لو كان مديها لي في الاول جتا تربيع وجتا اقول له دي معادله من الدرجه الثانيه، ما اقول واحد احلل على طول، ما تعبني. بيشوفك مذاكر ولا لا، بيشوفك فاهم ولا لا، طالب اللي طالب اراجعها تاني، حاضر بعيدها تاني من الاول اهو عشان ما اخلصها بقى بالراحه. احنا عملنا ايه؟ السؤال كان بيقول 2 جتا تربيع سيتا ناقص جتا، ما ينفعش يبقى فيها جتا وجتا، ما ينفعوش. انت ينفع اديك معادله فيها س وص واقول لك لا؟ هتقول لي انا عايز معادله كمان. طب لو جالك معادله في مجهولين ما ينفعش، لازم تبقى في مجهول واحد. يبقى الفكره ان انا احول المعادله لمجهول واحد، فكانت الفكره ان انا حافظ تعويض لجهه تربيع. حافظه منين؟ من الدرس الاول في المثلثات. انت عارف في المثلثات في اول درس خالص عارف ان جهه تربيع زائد جتا تربيع عارف نجيب بواحد. ايه ده يعني ممكن انقل الجتا الناحيه الثانيه واعمل تعويض لجتا تربيع؟ اه ده اللي حصل اهو، هي جتا تربيع واحد ناقص جتا تربيع. قمت شايلها من هنا وحاطط ده مكان اهو، نزلته تحت. يلا نوزع بقى، اضرب الاثنين، ضربنا الاثنين اهي والباقي نزلته، كل ده يروح هناك، كل ده يروح. لما تلاقي اول حد اللي هو الدرجه الثانيه بتاعك سالب، لا انقل كله. سالب 2 جتا راحت ب 2 جتا، سالب جت راحت بموجب جت، اجمع العددين دول كده، 2 وسالب 1 يديك موجب 1، انقله هناك يبقى سالب 1. هنحلل بقى تحليل مقص اهو، اهو اهو تابعني بقى. ليه قلت تحليل مقص؟ عشان هنا في عدد، ما ينفعش اقول عايز عددين فرقهم او الكلام ده ما ينفعش الا في مقدار الثلاثي الحاله الاولى البسيط يعني. طبعا 2 جتا تربيع حللها 2 جتا في جتا، هجرب موجب وسالب، هجرب واحد في واحد، انا لسه ما اعرفش تحليل ده صح ولا غلط. طب اعرف مين تحليل صح ولا غلط؟ اقوم ضارب طرفين وضارب وسطين ومجمع، ضارب طرفين ووسطين اشوف النتيجه لحد الاصل ده. 2 جتا في واحد ب 2 جتا وادي سالب جتا، يبقى النتيجه موجب جتا. كده التحليل سليم. اما بنت اللي بتقول مش فاهمه، ايه اللي مش فاهمه يا ماما؟ انا عدت السؤال مرتين دلوقتي. طيب بعد ما اخلصه هعيد، هشرح سؤال تاني زي حاضر. يلا، اما 2 جتا سيتا ناقص 1 يساوي صفر. ما انتوا عارفين مشكلتكم في ايه بقى؟ انكم بتفوتوا دروس. يعني الدرس الاول خالص في المثلثات كان في ناس ما حضرتوش وانا عملت اعاده ليه، وفي ناس جات وناس ما جاتش، او يا رب يجينا نعيده، كان يوم الشتاء يوم المطر ما حدش جه صح. خلاص طبعا هنبقى نعيده تاني لانه درس مهم، الدرس الاولاني خالص ده لازم يجي منه سؤال. بعد ما اشرح السؤال ده هعيد لك واحد تاني. يلا يلا بقى نفصل النسبه هنا، هنودي الواحد هناك ونقسم على اتنين تبقى جتا سيتا بنص. طب يلا، هل الزاويه سيتا دي اللي الجتا بتاعتها نص زاويه من زوايا المحاور؟ لا. ما انا اعمل ايه؟ اقول له بقى شوف الجتا موجبه فين وفين. والله الجتا موجبه في الاول والرابع، لو في الاول هتبقى الحد. الولد اللي علق او البنت اللي علقت، يا بابا او يا ماما انا كنت مت معايا يوم جمعه في ال11 عشان اعيد الدرس الاول والجو كان وحش، لغينا الحصه دي مش يوم الخميس، ما كنتش بتكلم عن الخميس. خلينا بقى، انتوا كل شويه تعلقوا وتضيعوا الفكره من زمايلكم دي. الجتا موجبه اول ورابع، لو في الاول هتبقى زاويتك 60، لو في الرابع هتبقى 360 ناقص 60 300 درجه. تعالى بقى هنا كده
وادي دي الناحية التانية، يبقى جتا سيتا بسالب واحد. هل دي زاوية من زوايا المحاور؟ هل دي زاوية، في زاوية من زوايا المحاور الجتا بتاعتها بسالب واحد؟ اه. شوف بقى الحفظ بينجز ازاي. طب نفترض انا ناسي في بعض بقى المسائل، الآلة ما تديكش الا حل واحد بس. طالب اللي بيسأل الحل العام لما يطلب منك الحل العام، انما لما يقول لك حل المعادلة ويسكت ويديك فترة يبقى مش عايز الحل. يلا الجاتا سيتا بسالب واحد يبقى السيتا ب 180 درجة، اهي كده لمينا حلولنا كلها، نحطها في مجموعة الحل. البنت او الولد اللي